عاجل وهام. اسمع، ينهي فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أنه إيمانا منه بحق الشعوب بتقرير المصير وخصوصا الشعب المغربي الشقيق، وضع رهن إشارة كل من أراد إحداث جمهورية خاصة سواء كانت عائلية أو قبلية بكامل تراب البلد الجار هاتف مكتبه وبريده الإلكتروني لتلقي الطلبات، كما حدد الشروط في أن يكون مقدم الطلب قد استوفى السن القانونية، وأن يكون له أن يكون لديه حساب بنكي خارج المملكة المغربية ليتوصل بالدعم المخصص لتكوين الأشخاص على الانفصال. للإشارة، كل من تم قبول طلبه سيتحصل على تذكرة طائرة ذهابا وإيابا وحجز بفندق الشيراتون وقسيمة عشاء به، وسيتم تخصيص مبلغ مالي أولي يتم تحويله مباشرة لحساب المعني بالأمر بالدولار، كما سيخصص له حيزا زمنيا على قنواتنا للإعلان عن إنشاء سفارتهم بالجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية. وتجدون أسفله الهاتف والبريد الإلكتروني المخصص لهذه العملية، الهاتف +213 21 69 15 15، البريد الإلكتروني contact@elmouradia.dz. إذن هذا هو الإعلان الجديد ابن عمي، فأنا في إطار التفاعل مع هذا الإعلان فغنستغل هذه المنصة هذه باش نشوف الإخوان المتواجدين بمختلف المناطق عبر العالم اللي عندهم دي كونت بونكير في الميريكان، في كندا، في فرنسا، بلجيكا، الإمارات، قطر، الصين، روسيا وما إلى ذلك، أنهم يديروا الجمهورية القبلية أو العائلية نتاعتهم. إذن سيمو بوسطون، دخل لي في لافير سيمو بوسطون، شوف لي الناس ديال فاس، خلي عوينة الحجاج بوحدها. المهم عوينة الحجاج بوجلود، المهم راك تما صافي تكلف، غير تقسموا فاس على جوج نتا وانت ولطيفة. لطيفة كل واحد يشد صافي، غير مشكلة لطيفة ما عندهاش الكونت على برا، ديك الساعة شوفوا كي ديروا تتنسقوا وتشدوا طيارة واحدة تمشيو اونصومبل. صافي وهبة غادي تاخذ جهة تاع عبدة، اليقين جمهورية خريبكة، دينا ما عرفتش انا جمهورية، المهم راكي تما صافي. اذا الاخوان خذوا راحتكم والله العظيم بالله، هذه هي الفرصة بنادم يمشي في الطيارة كلشي خالص. قلت لي خالص يا جدك من هذا يقيم سجوع ما سمعني يا قلت لي راه ما سمعني الشمي سوا يا لطيف يا لطيف يا لطيف شي طاح يدي تصورك طوماطيش طبصتش شي طاح وشي ناس تقندولا من دمغارين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رفضايح صاحبي وقع انك خاشني ديري فين ايه لا يما حنوض نفضح مرض عريما النعية بعركان ايه لا حول ولا قوة إلا بالله هذا حاشا تصوعك طوماطيش سنين غاسن طوماطيش خزان غاسن طوماطيش والمظنية راح زبوت شكابوت شعكوك ثنية راح الناس وش ناس تقندونا الدبغارين أتحس شكات زايدة ويقندونا الدبغارين المهم ساقانك سيد محمود تلقوا فيها عبيط تلقى مع عبيط غبي طلع مع غبي يعني العربون باين اخوتي شوف والله العظيم يعني وني انت وني انت بالله وني انت غبي فانا اختي في فانا شوف انت من الانجليز مع فاس شوفي كي ديري مع بوسطي من بوسطو شوفوا كي دير دابا اش كيستناو دابا المغرب يدير رد الفعل فهمتي ولا كيستناو المغرب الدوله ترد الفعل يا ودي واش زريبة حظيرة هما سموها حظيرة واحد المرة داروا واحد العنوان ديال حظيرة وتنزن عليهم في التيك توك ومشاو حيدوها الدولة مقابلة التيك توك طز يا الدولة الجزائر طز مقابلة التيك توك اخوتي والله العظيم داروا واحد العنوان ديال حظيرة كذا داروا الجزائر تدخلوا حظيرة شي حاجة كذا ايوا تنزن عليهم فيسبوك وشي اخوان اخرين في اليوتيوب وداك الساعة مشاو بدلو حيدو داك العنوان ايه صح حيدو العنوان ابن عمي ديالي
يعني ودابا هادشي اللي كيوقع دابا راه تعامل مع تيك توك والفيسبوك. تخيل معايا دابا انت عندك واحد الدوله قوه ضاربه نعم سيدي ليك يعني وكتمشي كتعامل مع مع تكاتيكا خذ ليا تكتك تبون غادي بالجزائر الى يعني والله العظيم غادي الواحد 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 فين غادي كملتها وجملتها الدول تاع الخليج البارح ملي تجمعات مع بوريطا دار داك الاعلان واش هو رد فعل تجاه الجزائر اللي استقبلت ايران ورئيسي والجامع وكذا ما نعرف. دابا الجزائر غادي دير عاود غادي تسمي داك الخليج بخليج الفارسي في بلاصه خليج العرب غتنتقم من الدول الخليجيه قوة ضاربه. كيفاش دابا انتينا قوة ضاربه الجزائر بقى فيك الحال على اسبانيا بقى فيك الحال على شكون شي دوله اخرى ولا كذا يوم يبقاش فيك الحال على الخليج يعني انت منافقه على الجزائر ديالنا يعني انت واش نقريحه مشى طاير لقطر دابا غير تسحب له جا الامير ديال قطر للجزائر سحب له سفيره داروا في الجيب يعني دابا الدوحه وقطر غادي يديروا شي موقف ضد المغرب والحضور ديالو الاستراتومورفولوجي في افريقيا. لا ربنا بالله لا بالله دابا عرفتي علاش مشى شنقليحه مشى يشكيلو من 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 بن سلمان بغيت غنان مع بن سلمان فهمتي. دابا غنشوفوا واش غيستقبلوا الامير ديال قطر ولا لا غنشوفوا غنستناو ونشوفوا واش غيستقبلوا ولا لا راك تشف الله العظيم الى الدوله اللي يعني ما اش نقول لكم بالله الجزائر مسكينه والله الا كيبقى فيها دابا كي غيديروا مع اسبانيا مع الدجاج كي غيديروا لها مع الدجاج دابا الدجاج غيغلى في الجزائر والبوبري عاود غيبقى يشري الدجاج ب 150 درهم للدجاجه 15 دولار للدجاجه يجدك 15 دولار للدجاجه الواحده في الجزائر. علاش؟ لان الجزائر غضبانه من اسبانيا. علاش؟ على جال البوليزاريو يعني على جال البوليزاريو واخي الشعب الجزائري غادي تعيش ميزيريا غبر عمي ايش غدير بغيتي تبيبين هاك تبيبين هاك تبيبين ابن عمي شبعت تبيبين مع راسك انا والله العظيم ندعمك ونشجعك سير كمل كمل راك تما راك تما كمل الطريق ديالك نعم سيدي ليك نو بروبليم نبيلا ترن 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 السلام عليكم السلام عليكم وحيد المايك الجزائري عليكم سلام واش برنوس راك تسوفري راني نبان لك نسوفري والله لا كتشفني نقول لك حاجه برنوس والله بقاو فيا يا الويل لك وتبقاو فيا يا الزمر تبقاو فيا انا نضل معاك راك تعاني راك تعاني راك ميت راك ميت انا جالكم اصاحبي كتبقاو فيا الزمر كتبقاو فيا قلبك راه خارج راني نشوف فيه خارج بالك لابس الخضر راه جايك البرد راه جايك البرد واش نقلع لا الغاز ما عندكش ياك البرد ياك اسمع غادي نطفوا عليكم الضو اش غادي دير راك شاري الشمع اجيب بصح تاع تنطو مازال ما تفيدوش الضو كيفاش غادي لا اكتوبر اكتوبر تكمل لو كونطرا بصح انت 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 كي غادي دير انت كي غادي دير غادي تعاني انت غادي تعاني بلاتي بلاتي اجيبوا الشمع من تل ابيب اي ولاتي ولاتي شوف كاين اي واحد واحد ينباع في تل ابيب اي واحد 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 انا نهضر معك راك تعاني راك تعاني خليك في موضوع خليك في واحد الموضوع خليك في واحد الموضوع هيا هضر لي هضر لي على الريافه اليوم الريافه بصح شابين عليكم انتم ماكم انتم دايرين كيما هاك الريافه شابين اللي شفتهم انا اليوم حلوا المكتب في العاصمه شابين خاصنا جزائري جزائري وفتخر دابا شنو هو الاحساس ديالك الاحساس ديالك ملي كتلقى انت كجزائري 4510 ديال المليار مشات على البوليزاريو ما ديتو والو عندنا دراهم عندنا عندنا احنا اسمع احنا العقل بلاتي بلاتي شحال باش تشري اللحم شحال باش تشري اللحم في الجزائر باطل حنا ناكلو شحال باش شحال تاكل اللحم في المره شوف انت شوف
شوف لي شحال من مره تاكل اللحم في السيمانه؟ ناكل احنا ناكل كيما نبغوا. كذب عليك ولا يقول لك كذب عليك انت هذيك الضحكه تاعك. اي راك تعاني راك والله لا راك تعاني. شحال راه يدير اللحم؟ لا شحال راه يدير عندكم انتوما؟ احنا راه يدير عندنا 60 درهم 6 دولار 60 6 دولار هي 6 دولار شحال بالجزائريه؟ شي البرويطه نتاع الفلوس. برويطه تاع الفلوس. احنا احنا شوف 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 بس تعرف القدره الشرائيه انت على بالك. انت انا تاني في التعليم، انا تاني في التعليم بصح شو انا مفتش. انت انت معلم صغير. انت هل عندك المنظر؟ هل عندك المنظر شحال؟ لا انت معلم صغير. انت معلم صغير. هل عندك المنظر؟ ولا فهمك خليني فهمك. انت 100 درهم ما تجيب لك والو. انت 100 درهم يا بلاتي انت مفتش. خليني نهضر معاك صح. خليني نقول لك حاجه. 100 درهم تاعك شحال راك تشد؟ شحال عندك المنظر؟ ساعه سنه ساعه تبعني. 100 درهم تاعك شحال تولي جزائريه؟ شحال تولي جزائريه 100 درهم؟ وشنو هي وشنو هي 100 درهم شحال تولي جزائريه؟ قول انت انت اللي مفتش. لا انا راني نقول لك انت انت كي تتصرف. باريكزوم 100 درهم مغربيه شحال تولي جزائريه؟ والله ما عرفت بالله. 2000 2000 2000 2000 دينار 2000 دينار 100 درهم؟ 100 درهم 2000 دينار. لا راك غلط راك غلط. 200000 لا راك غلط. واش هذا؟ وين قريت انت وين قريت حمبوك؟ بلاتي 100 درهم شحال؟ واه صاحبي شحال؟ ما عندكش الكونفيرتيسور تما؟ ما عندكش الكونفيرتيسور؟ بلاتي نديرو الكونفيرتيسور يلاه. الله العظيم بالله هاد الناس هادو التحفه هادو. بلاتي نقولوا الدرهم مقابل الدينار ياك؟ مقابل الدينار الجزائري. ها هو الدرهم مقابل الدينار الجزائري. واخا نديروا 100 درهم. ايوا حطينا العام سيدي 1334 1334 دينار. فاش هادي في الاوفيسيال ولا في الباراليل؟ ما ولا ما فهمتهاش ياك؟ ما بقاش كاين دوله وحده عندها الاوفيسيال والباراليل هي الجزائر. صح صح ما علينا. كاع الدول عندهم عندهم عمله وحده. الجزائر الدوله الوحيده اللي عندها جوج عملات. 130 العمله نتاع السكوار والعمله نتاع البنكه باش تعرف راسكم انتم راكم مخربينها. زيد زيد صح. حنا عندنا حنا عندنا شوف هي 130 ما تنرفاش ارواح ما تنرفاش مالك خدمتها لك. زيد عندكم 1300 دينار. 1300 دينار انت 1300 دينار حنا نقدروا ناكلوا بها اسبوع سي محمد. انت 100 دينار ما تشري لكش حتى كيلو سباكيتي وراك تاكل. واش شحال راه يدير التفاح عندكم؟ تاكل سباكيتي تقول لي راني ناكل؟ لا تفاح حنا سباكيتي حنا ناكلوا سباكيتي. تاكل كيوي تاكل خضره تاكل تاكل دجاج تاكل لحم تاكل شحال انت 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 كيلو تاع كيلو تاع اللحم شحال راه يدير عندك؟ شحال بلاتي بلاتي كمعدل استهلاك نتاع السمك في الجزائر المفتش وش 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 يستهلك؟ المواطن الجزائري يستهلك ما معدله 200 غرام من السمك. المغربي 12 كيلو في العام. سير وسير قلب سير قلب سير قلب. هذه بركه ما تقلي على الناس. نقول حاجه شحال راه يدير السردين عندكم؟ شحال راه يدير السردين؟ ابرنوس ابرنوس السردين 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 شحال راه يدير السردين؟ ارخص ارخص نوع نتاع السمك شحال راه يدير عندكم السردين؟ ما تقدرش تكومباري ما تقدرش دير لا كومباريزون. قول لي انت اللي راك تشري 100 درهم تقول لي 1300 نشري بها سيمانه شحال راك دير تشري السردين؟ انا غادي ناكل مالك زكي؟ ايه بشويه برد برد عندك راه جايك البرد عندك راك ايه راك تزكي باش تحمى. ايه راك تشري السردين شحال راك تشري السردين؟ جاوبني على السؤال. نشري سردين نورمال عندي ناكله دو ترو فوا. شحال الثمن؟ الثمن قول لي الثمن شمن نورمال الثمن؟ ما تعرفش ما تعرفش الدينار الجزائري. يا عندك السر هنا زيد زيد زيد. اسمع غادي نقول لك صح بالك راه غالي شويه زعمك صح معليش بس حنا غادي نجيبو موريتانيا غادي نجيبو موريتانيا غادي يبقى باطل غادي نبقاو نتقايسو به. بلعنا عليكم بلعنا عليكم انا راكم شافين على بالك. دابا انت دابا انت حال مع توكلك موريتانيا توكلك موريتانيا. نشري بدراهمي نشري بدراهمي نشري بدراهمي موريتانيا. تشبعك جدك خاطر لك الجوع. لا ماشي تشبعني عندي لوسيون نجيبهم لوسيون كلشي كلشي غادي نحل. موريتانيا نشري ماشي غير سردين نشري الاسماء. شوف حنا حنا اسمعني اسمعني ولا ما تسمعليش. احنا شواكر احنا احنا غادي نقعد شواكر بالسباكيتي يا جدك موريتانيا. احنا نشروكم احنا انتوما نشروكم
توما واش غتشري انت على بالك لو كان خرج انا دراهمي خرج دراهمي يبيعوك يجيبوك عندي السردين تاع موريتانيا عليها عندكم ناكلو كي نبغو ما كاين لا المغني المنغني والكالسيوم كي كديروا لها كتعيشوا بلا سردين شوف غادي نفوت لك واحد الخبير اسمع السلام عليكم اي ما يسبش السلام عليكم سلام سيدي قلت لك السلام عليكم وعليكم السلام الشاف الكبير ديال لاكار الصغيره لاباس والله الا بخير الحبيب الله يحفظك شوف الشيخ غادي نقول لك هاد سنه تاي سنه لي هادو ناس ملاح هاد الفتنه درك انا هاد الفتنه بين الشعب هاد سنه لي خليني نكلم ومن بعد هضر تفضل درك انا هاد الفتنه بين الشعب والشعب هاد لي انا حابس هاد سنه تاي سنه لي اخي العزيز سنه لي حنا مسلمين فهمتني حنايا فهمتني ما نفتخروش ما نقولوش احنا ناكلوا خير منكم احنا عندكم احنا عندنا وانتم ما عندكمش منا فهمتني احنا الواقع فهمتني الواقع اخي العزيز الواقع الجزائر في خطه في 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 مسلك مليح احنا الشعب انا راضيين فهمتني عندنا خوتنا راهم في اوروبا عندنا خوتنا راهم في كندا فهمتني وراهم راه الفكره يقلي في حاجه صح معيشه تاعنا ها صرنت لي ما ديرش على هاد راهي صدعني راهي واش راهي يقلي لي سكالوب مالا صاحبه مالا واش راهي يقلي لي سكالوب ولا واش راهي يدير ترى يقلي انا انت راك شافني راك لابس نورمالمون راك في الدار تلبس تريكو تاع حراره تما ما راكش باغي تتحاور نتايا نتايا ما راكش باغي تحاور واش راهي يقلي يا صاحبي واش راهي يقلي تما نتا ما راكش باغي تتحاور يا قول لي يا صاحبي دابا نتوما هو طالب واسمعني اسمعني راك تسمعني سوالو القضيه فيها تشوف انا كيصدع لي يا ولدي حنا شوف حنا ما تقوليش حنا قوه تعشاو ورجعوا عندي قوه ضاربه وجد الشمع سيرو تعشاو شف راهي قليل سكالوب جالوا من السنغال توكلوا لاخر الدجاج موريتانيا كيستنى توكلوا السردين النيجير ومالي كيستنى توكلوا الغنمي العيد محامي عرفك غيكريو الحولي عاود كما كيديروا وقال لك حنا عندنا الدراهم وحنا يشيطونا الفلوس ونعطيو للبوليزاريو ونعطيو لسميتو شتي على حصل اللي ناقشكم قولوا له شحال باش راك تاكل السردين ارخص سمك عرفتي شنو هي باش تكون الشعب باش يكون مواطن ما كياكلش الحوت وسيروا سولوا الاطباء اخوتي الله يرحم لكم الوالدين سيروا عند اللي كانت عندكم كليه الطب سمعت هذاك الكيدار 31 راه يهضر على عندنا كليه في تيزي وزو الطب هنا الطب عندكم عرفتي 99 كليه الطب سولوا دوك الطلبه ماذا يحدث للشخص الذي لا يتناول الاسماك شنو هي طبيعه الامراض اللي كتكون وراثيه عنده النقص ديال اليود النقص ديال اش كتسمى داك الزمر شي نوع ديال سميتو عليه وسير شوف المعدل ديال استهلاك الجزائري للسمك 200 غرام والمغربي 12 كيلو يا جدك المعدل ديال المواطن المغربي 12 كيلو الاوميغا 3 والاوميغا 2 والاوميغا 7 اوميغا ها حتى جات تعيش بلا اوميغا جدك لا حول ولا قوة الا بالله يا ترى يا حبيبي يا ترى انت فين يا حبيبي انت فين قريب ولا بعيد وعليكم السلام سي جمال احكي على كرشك باين بلي انت جيعان لا بلاتي جمال انت جيعان شوف انت جمال بلاتي ما تبداش بالتهجو قلت له راكم تخسروا فلوسكم على البوليزاريو قال لي احنا لاباس علينا قلت له لاباس عليكم هايوا سير بحالك شتي انا ما عايرت حد بالماكله اخي قزع بنو كنزع بنو بوزع انا ما عايرتوش بالماكله انا قلت له راكم تدعموا في البوليزاريو تخسروا فلوسكم على القياطن والعجاج قال لي احنا لاباس علينا عندنا الفلوس قلت له راكو عندكم الفلوس كي راكو عايشين قال لي رانا عايشين خير منكم قال لك هو مفتش وانا غير معلم شحال كتخلص انت المفتش هرب لان غيلقى بان المعلم في المغرب كيتخلص ثلاث المرات ولا اربع المرات اكثر من المفتش نتاع الجزائر هذه معروفه قال لك لا احنا رانا عندنا كناكلو اش كتاكلو كيسكو فو مونجي
اسكو فو بونسي كو سباغيتي المسميد الزيت هادشي كلشي مدعم هو اللي رخيص عندكم؟ هادشي اللي عندكم رخيص المدعم به باش عايشين. اش كيدعموا لكم؟ كيدعموا لكم الكيوي؟ لا. لافوكا؟ لا. الحوت؟ لا. الغنمي؟ لا. اش كيدعموا لكم؟ سباغيتي، المعجنات، البقوليات. البقوليات هي العدس واللوبيا وكذا، والحليب الغبره، والسميد، والطحين. صافي هادشي اللي كيدعموا لهم. يعني كيقولوا له الجزائري عيش غير بالسباغيتي والعدس واللوبيا. شوف كنهضر بكل موضوعيه، اقسم بالله العلي العظيم ما كنزيد عليهم وما كنعايرهمش، انا كنقولوا غير شوف الحقيقه نتاعك ايها المواطن الجزائري. عندك من الفلوس ومن الخيرات، ما يكفيك تكون عايش احسن من القطري وحسن من السعودي، ولكن بغيتوا ديروا بوليزاريون، ما قدو فيه بغيتوا تزيدوا له الفيله، الفيله ديال داك 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 كون زي ديال يوبا دوسلدورف. الناس كديرها من عمي الخدمه استراتيجيه مع لافروف ومع الميريكان ومع الانجليز، هما مشاو داروها مع واحد في التيك توك سميتو سعيد بارسا، وواحد سميتو حسن مطارو، وواحد سميتو يوبا دوسلدورف، عنده السميه زائد المدينه، داكشي ديال محميلانو. الناس ديال براحه ديال محميلانو اللي كيغنيو الواي واي، هادو هما اللي غيديروا دابا قال لك المشروع السياسي. ايوا تخيل معايا دابا انت دوله كتناقش لي حسن مطارو، وكتناقش واحد نسيت سميتو واحد بارسا، وواحد دوسلدورف، قالوا شي واحد مارساي مع شي واحد بروكسيل مع شي واحد دينهاخ، هيا كملت. وموح ميلانو يجيبوا موح ميلانو يضرب لهم الجره، وهما يضربوا البندير والطريجه. لا حول ولا قوه الا بالله. زيد اخي جاكيشان زيد. يا ترى يا حبيبي يا ترى.